السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد وبيان جديد من وزارة الصحة. إليكم البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020. قبل بس مبدأ الفيديو بفكركم بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لسه بيشوف القناة لأول مرة. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 5205 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وأعلنت أيضا عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية الفيروس كورونا إلى 5798 حالة، وتم تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية الفيروس كورونا ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم 5205 متعافين. وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 19 حالة جديدة. وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 19666 حالة، من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و816 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع كافة الاستعدادات بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما تم تخصيص الخط الساخن 105 أو 15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. وفي النهاية نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وربنا يرحم كل اللي ماتوا ويصبر أهليهم إن شاء الله. تزوروني كل يوم بتقرير جديد من وزارة الصحة والسكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.